مشاهدينا متابعين معكم ببرنامجنا الصباحي نور جديد، وقبل ما نتابع بفقرتنا الثالثة حابين نوجه تحية للجيش بمناسبة عيده بكره الأول من آب. بنسمع هالغنية سوا للجيش اللبناني وبنرجع. للأرض وللشعب أقسم بالله العظيم، للحق وللحياة، أنا أقوم بواجبي كاملا. لكل الشهداء اللي راحوا حفاظا على علم بلادي، لكل الأجيال وسودا عن وطني لبنان. للعلا أنا سرت للخلود، حافل المنى خافق البنود، إيه جيشنا كلنا جنود، غني مؤمنا أمسنا يعود. من بعد التحية اللي وجهناها للجيش رح ننتقل أنا وياكم مشاهدينا لنتعرف على أشهر وأجمل 10 كنايس بالعالم. رح نشوف صور تمرق قدامنا ورح نبلش بكنيسة العائلة المقدسة ببرشلونة إسبانيا. تعتبر هيدي الكنيسة من أضخم الكنايس الكاثوليكية بإسبانيا، بدأ بناء عام 1882 وهي غير مكتملة حتى اليوم. بالرغم من هيدا الشيء بتندرج هيدا الكنيسة على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو. جان شو رأيك بهالصورة؟ أنا زيارة لهالكنيسة. أوش كتير حلوة ويعني بتخوف لما نطلع فيها بالصورة. أوكي أنا منفكر أنا أوكي أكبر كنيسة، بس لما نكون موجودين بساحة الكنيسة ونتطلع قدام عظمة هالبنى عن جد رائعة جدا. وبتفرض علينا انه هيبتها في إلها هيبتها، يعني يمكن لانه حجمها كتير كبير ضخمة. على فكرة بعد ما خلصت هي بعد ما خلصت نعم، وشفنا اصلا بس تفوتي لجوا تبرمي بقلب الكنيسة
في مطارح محطوط انه هون ما تكملت ما خلصت بعدها، في طور يعني انه ترجع تتكمل او رائعة جدا. انا كثير يمكن اذا تصورت حد جا ما بتبين، ما ببين هو صراحة ما بينت يعني، جربت قد ما فيه يعني هيك ما زبطت الخبرية، بس عن جد كنيسة كثير حلوة. جا من اسبانيا رح نروح على موسكو روسيا لعند كاتدرائية القديس باسيل. بتقع الكاتدرائية بالميدان الأحمر. الميدان الأحمر هو ساحة أكثر شهرة بموسكو، بيفصل الكرملين أو المقر الرسمي للرئيس الروسي حاليا عن بقية الشوارع. تعتبر هذه الكنيسة أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. هيدا صورة تانية كمان بنشوف على اليمين، على يمين الشاشة الكرملين، وعلى الشمال الكنيسة حد بعد. حلوة بتعرفي؟ يمكن ملفتة لأن كتير ملونة. ايه والقبة كمان. هيك الديزاين تبعها يعني الهندسة تبعها حلوة وملفتة. ما بعرف يمكن أنا كنت ضل هونيك بلبنان مش معودين على هيدا النوع. صح. يمكن من ال يمكن هيدا طريقة جديدة علينا يعني، منا مش قريبين نحن كثير من هيدا البناء، هيدا طريقة الهندسة. أصلا بروسيا يمكن هيدا النوع من الستركتور اللي بيعتمدوا أجمل كنايس كمان بروسيا. نعم. اوكي لكن قلنا روسيا دو. مرتبة الثالثة كاتدرائية سيدتنا العذراء بباري، نوتردام دو باري، هي احدى اجمل الكاتدرائيات باوروبا واكثرها فرادة. تم بنائها بالقرون الوسطى بباريس واستمر انجازها بشكل كامل لاكثر من قرن لا انتهوا من بنائها. نوتردام هي واجب انه كل شخص بيزور فرنسا يزوره لانه مميزه يعني عن جد. كنايس انا بقول لهم بقلب نوتردام، مش كنيسه يعني، مش كاتدرال، بحسها قد ما انها كبيره بتضيع فيها يعني، بتفوتي على قلب الكاتدرال زيره بتفوتي بتحسي بمطرح انه اوكي ضعت مش عارف وين بروح. ايه وهذا يمكن اقل شغله لانه على كثر اللوحات والتماثيل والاشياء اللي بنشوفها بقلب الكاتدرال. انا ما في صلي بقلب كاتدرال، ما بقدر صلي لانه ضخامه البناء خلص مطرح كثير كبير. فلكن نوتردام دو باري هي بحد ذاتها مكان ديني وسياحي بامتياز لفرنسا، بيستقطب سواح من بلدان كثيره يعني من مطارح كثيره، لانه فراده هيدي الكاتدرال وميزتها و البناء والديزاين تبعها يعني ستركتور كيف معموله، خاصه بس ندخل على قلب الكاتدرال ما نبقى من برا يعني، نقدر هيك نشوف جماليه الصوره، جماليه التماثيل، جماليه المطرح، ونقدر حتى نحن بيننا وبين حالنا نكون عم نصلي اكيد. ولكن الكاتدرال ما بتقدر فرق بين الكنيسه اكيد وبين الكاتدرائيه يعني، للواحد يقدر هيك شوي يكون مختلي بحاله. بكاتدرال ما فينا نختلي بحالنا، نسيها لانه تبقى كثير كبيره يعني، انه بتشوف وين بدي اروح، طيب من اي ميله من اي في شي حدا هنيك جان بيساعد؟ في اشخاص اكيد بتساعد على الباب اول ما بتفوتي على اي كاتدرال اصلا بكل العالم اللي بيبقوا كثير كثير كبار وبيضيعوا. بيبقى في اشخاص بيبقى في هيك بوكلت صغير، كتيب صغير دليل بناخده بالاول وبنفوت وبنصير كل مطرح بنمشي فيه نعرف انه نحن صرنا هون، نحن وصلنا لهونيك، هيدا هون شو حاطين مثلا، هالرسمه لمين، هيدا الصليب مين مقدمه، هيدا التمثال يعني. بهيدي الطريقه ليكون في عنا اكيد دليل بمطرح، لانه اذا بدك تفوتي ما معنا خبر ما بنعرف شيء، مثل ما فتنا مثل ما بنطلع. من فرنسا جان رح نروح على بريطانيا لندن لعند كنيسة القديس بطرس. تعتبر هيدي الكنيسة جان احدى الرموز بلندن وتعتبر احدى المباني الدينية في بريطانيا. تقع هالكنيسة بدار كان المكان التقليدي لتتويج ملوك انجلترا، للأسف هلأ بطل. مش ساعتها الصورة كلازم يعني ياخدوها عن ابعد. اخدينا كمان من تحت. اخدينا من تحت بس رائعة رائعة، شفت لها كذا صورة أنا. حلوة وطريقة يعني المقدمة تبع الكنيسة إذا لاحظت عن جد كثير رائعة. يلا ننتقل للمرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة عندنا كنيسة القديس بطرس روما إيطاليا.
شهيرة. شيدت هذه الكنيسة خلال الأعوام الممتدة من 1506 ل 1615. صممها الشهير مايكل أنجلو. قبة هذه الكنيسة تعتبر أعلى قبة بالعالم. تعرف جان قد ايه علوها ممكن تقدر؟ بعرف انه هي من المطارح المميزة يعني الكنائس الكتير مميزة بالعالم إيطاليا كله. صح. هي بإيطاليا أكيد يمكن صورتها أشهر من أن تعرف يعني دغري لما نحكي عنها بنقدر حتى نعرف كيف شكله والرسم يلي مرسوم الرسم يلي مرسوم على الجدران تبعها على الحيطان تبعها وعلى القبة من جوا بس بدي أعرف منك شوية هيك معلومات جان. قبل ما كفي بالمعلومات بدي أقول لكل المشاهدين يلي حابين يشاركوا معنا بهالفقرة فين يتصلوا على الأرقام يلي عم يشوفوها على أسفل الشاشة. طيب جان، قبة الكنيسة بيبلغ علوها حوالي 136.5 136.5 متر. نعم. ما كنت رح تحذر أكيد. أكيد لا. بس بعرف إنه يمكن من أضخم القبب يعني وأصلا عظيم الكنيسة. هي الكنيسة بحد ذاتها. يعني ما فينا نقول ما نقول سبحان الله قدام هيك منظر. بالنهاية الكنيسة البناء هو عمل الإنسان. أكيد أكيد. ولكن أكيد. حضور الله بيبقى له بصمته. بس الجمال كمان هيك. أكيد. مرتبة السادسة جان، من إيطاليا رح نروح على بريطانيا لكاتدرائية القديس بول. رح أعطيك إنفوز جان، رح أكون كريمة معك اليوم. توقع هالكاتدرائية على أعلى تلة بأعلى نقطة بلندن، هيدا الشيء اللي أكتر شيء بيميزها. بيعود تاريخ تأسيسها لعام 604 تخليدا لبولس الطرسوسي، أما الكنيسة الحالية فيعود تأسيسها إلى أواخر القرن 17 وأعطوها الاسم ذاته. كمان كنيسة رائعة رائعة ومميزة جدا. دايما قبب الكنيسة يعني هي موقعها يلي كتير الموقع كانوا كتير يشتغلوا على الموقع الكنيسة وعلى القبة تبع الكنيسة وعلى الزخرفات إذا بدك. هذا الشيء عم نفتقده اليوم بالكنيسة المعاصرة، يعني صارت فاضية، صارت عرفت كيف؟ يعني قبل إذا يمكن سامبل أكثر يمكن سامبل أكثر صار يعني هون عم نحكي سنة 600 بلش عمروها لرجعوا أسسوها بأواخر القرن إلى 1600 يعني صح، ولكن كان بنا الكنيسة بالقبل ملفت يعني حتى اللي كانوا إذا نشوف صور إذا نشوف فيديوهات وهيك كيف كانت تتعمر الكنائس والكاتدرائيات قبل بنقدر نشوف أنه ملفت للنظر. يعني ما فيك تقطع بإسبانيا مثلا أو بفرنسا أو ما بعرف أي بلد تمرق من حد الكاتدرال مثلا ما تطلعي فيها، تفرض عليك أنك تطلعي فيها بالبداية وأنك تفوتي تزوريها. يعني حتى تقدر. لو ما كنت برحلة حاج حتى لو يعني أو حتى سفرنا. عم تستقطب زوار يمكن من غير أديان كتير. بس هيك إذا بدنا نشوف الستركتور وكيف معمرين 100% عم تحكي صح. يعني كنا نكون عم نسافر على بلاد مش رحلة حاج، سفر عادي يعني سياحة، ما فينا نقطع من حد كنيسة مثلا. تخيل تروحي على فرنسا تقطعي بليزيو مثلا، أما تقطع تشوف الكاتدرال ما بتفرض عليك يعني أنه بتطلع هيك بالجبل بتلاقي كنيسة بعمرها مش معقول يعني لا بدي فوت شوف. يمكن حشرية فالحشرية بتخلينا بمطرح مطارح نستكشف نصلي نشوف كنائس جديدة حضارات جديدة صح يعني هيك. حتى يعني يمكن أوقات بعيدا عن الدين نعم في ناس يمكن من غير أديان عم تفوت على أكيد حتى بلبنان حتى بلبنان يعني ما نبعد كثير لبرا حتى عنا بلبنان حريصة مشربل عناية رفقة الحردينة انه هؤلاء اماكن مقدسة للمسيحية ولكن عم يستقطبوا كل الاشخاص من كل الاديان يمكن اكثر شيء عم بيصير عجيب كمان مع الاسلام حتى من كل العالم يعني حتى من كل الاشخاص لانه الدين ما بيفرق يعني أكيد. اليوم أكيد. انه لا مش اذا انا مسيحي بس بتفوت على الكنيسة غيري ما بيفوت هيدا الشيء الحلو هيدا الشيء الحلو هيدا الشيء مميز بالكنائس هيدا شيء رائع جدا جان. رح نروح هلا على بيت لحم لنحكي عن كنيسة المهدي اللي هي بالمرتبة السابعة من أجمل الكنائس بالعالم وأكثرها
شهرت، أسست هالكنيسة عام 327 بتكليف من الملك قسطنطين وأمه هيلانة. يعني الملك قسطنطين هو اللي أعطى براءة الذمة للمسيحيين. يعني إذا بتقرأ قصته جان رائع رائع. هو اللي أسس هيدي الكنيسة. توقع هالكنيسة على الموقع يلي ما زالوا لحد هلأ بيعتبروه أنه هو مكان ولادة يسوع الناصري. يعني أنا وعم بقرأ هالمعلومة هيك عملت نوع من شوك، أنه واو، كنيسة معمرة مبدئيا محل ما ولد يسوع بالمبدأ. هلأ ملاحظ أنه مش كتير، يمكن سامبل أكتر من بهندستها، أكتر من هندسة الشرق غير هندسة الغرب. صحيح، الشرقية أكثر منه. نحن الشرقية هندسة كنايسنا غير، تفرق كثير. فلهيك يمكن متلاحظة إنه يمكن جمالها أكثر بموقعها، بمضمونها، يمكن بمضمونها محل ولادة المسيح. أكيد، يعني لا عم نحكي كمضمون هيدي الكنيسة. أكيد أكيد أكيد، هيدي أرض مقدسة بالنهاية، مثل ما في كنيسة القيامة، مثل ما في كنيسة، يلا جاي الحكي. بعدنا بالمرتبة السابعة. بدي أسألك كنت سؤال قبل ما تكملي، هيدا الترتيب هو ترتيب هلأ صوري للصور أو هن الترتيب هو هيك؟ لا، يعني مش صور، يعني ترتيب حسب قدي هل عم تستقطب ناس، قدي في ناس عم تجي عليها، وقدي في طلب زيارات. يعني هو ترتيب الناس. ترتيب فعلي مثل ما بيقولوا، مش انه نحن حاطينهم كاعداد مرتب، لانه لا فعلي. ما فيناش نحط، يعني حسب كنيسه المهد والقيامه، حسب يونسكو عم نحكي. اوكي. يعني اوكي. بالمرتبه الثامنه عندنا كنيسه القيامه بالقدس، تسمى ايضا كنيسه القبر المقدس، تقع داخل اسوار البلده القديمه المسيحيه بالقدس. بنيت هيدي الكنيسة على تلة الجلجلة، حيث كان يعتقد انه المسيح صلب عليها. يعتبر هيدا الموقع كمان للعديد من المسيحيين اهم كنيسة للحج منذ القرن الرابع. هن اهم كنيستان بفلسطين، مزبوط، بالاراضي المقدسة بالعالم. كنيسة المهد نعم، يعني بالمرتبة السابعة، وكنيسة القيامة بال صح قدس. منروح على إيطاليا مع كنيسة القديس مارك، هي أشهر كنيسة بإيطاليا، وقد أنشئت عام 1650. هيدي واو، يعني رائعة. أنا بعد حلمي روح على رائعة. إيطاليا. أنا كمان بركي منروح سوا. بركي منروح سوا أنا وياك. أنا حلمي قدام هيدي الكنيسة الرائعة طير لعصافير، اللي اكثر شيء بشوفهم بالفيديوز، بكل الفيديوهات، يا عم يتخانقوا مع العصافير يا عم يطيرون، يعني ما بعرف. اصلا هيدا يمكن ترتيب الكنايس، قلنا 10 كنايس وصلوا للعشرة، مزبوط. انا هلا بالمرتبه التاسعة، وصلوا التسعة، بعد عنا كنيسه لفان، مزبوط مزبوط. المرتبه العشرة جان هي ب تركيا، كنيسة آيا صوفيا باسطنبول تحديدا. منذ تاريخ بنائها هيدي عام 537 إلى 1453 كانت بمثابة الكاتدرائية الأرثوذكسية الشرقية ومقر بطريركية القسطنطينية. بعد انتشار العلمانية بتركيا تحولت للأسف هيدي الكنيسة إلى متحف عام 1935، وكمان للأسف بقيت كذلك حتى اليوم. هيدي يمكن الكنيسة الوحيدة يلي من إلى من إلى من، يعني في كتير مشاكل عليها بعد لليوم. صحيح. بعد لليوم. يمكن منيح إنه ما انهدت، فينا نقول بعد متحف، يعني أحسن. يمكن أفضل ضل متحف على إنه تنهد. إيه يعني. صحيح. رأي شخصي يعني. بس صحيح. أفضل إنه ضل متحف هيك. على إنه. يعني بدنا نرضى هلا. حرام، لأنه موقع التاريخي، موقع البناء مجهود يعني هيكليتها، يعني حرام بالنهاية. نحن مع احترام المقامات الدينية، فكرمل هيك يعني إن كان الكنيسة وإن كان الجوامع، حرام يعني بالنهاية. هذا مكان في أشخاص عم تجتمع فيه، في أشخاص عم تصلي فيه، فأنا مع أنه نحافظ عليهم، ما نسكرهم. ما إذا بتعرفي، ما إذا قريتي
كنا عم نحضرها لهالحلقة، كنت عم حضر الفقرة بس قلت نتركها للفقرات اللي جاية. إذا في كنايس بأوروبا وبفرنسا خاصة بآخر سفرة كنت فيها مختومين بالشمع الأحمر. للأسف. يعني كنايس قد شوارع عنا بلبنان، مش إنه كاتدرالات، مسكرة ومعمر حيطان عبوابة لما حدا يفوت. وسألنا وقتها إنه شو عم بيصير، هيدي انباعت، هيدي عطيوها لمدري مين، هيدي حولوها لأوتيل، هيدي حولوها. فأنا مع إنه اليوم نحترم البناء، نحترم الكنيسة، لأنه بضل في أشخاص تجي، بضل في أشخاص تهتم، إذا بنعطي مجال أكيد للعالم يعني إنه تهتم. ف وهيك حلوين الكنايس، رائعين. رائعين. في أكثر من 10. أكيد في أكثر من 10، بس يمكن هدول أكثر 10 يمكن هيك معروفين أكثر شيء. صح. ولكن إسبانيا لأنه بتحوي كنايس وكاتدرائيات، كاتدرائيات رائعة جدا. بدك نحكي عن الهدية اللي اجتنا اليوم او نتركها؟ رح نحكي عن الدوكات باختصار معنا بعد 3 دقائق. ايه بثلاث دقائق اجتنا هدية اليوم. اوكي. دوكات، خبرنا اكثر عنه. دوكات هو انا عم بستكشفه مع الاشخاص. العنوان الاصلي بالالمانية دوكات يعني ماذا نعمل، هو تعليم الكنيسة الكاثوليكية الاجتماعي. هيدا الكتاب يلي شايفينه هو من عائلة اليوكات، إذا لاحظتوا نفس الحجر. صح، بالأصفر. اليوكات بالأصفر، هذا بالأزرق. دوكات هو نقل مبسط للتعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، وموجه للشباب أكيد ليقروا ليطلعوا. الأشخاص يلي بتحب أكيد يكون في كتاب بإيده. إذا بدنا نحكي تلخيص سريع، بنحكي عن الكنيسة بالمجتمع، عن الخير العام، أساس المجتمع، المهنة والدعوة، العدالة، السلطة والأخلاق، الالتزام الشخصي، العيش بحرية، الحفاظ على الخليقة والبيئة. وأيضا فيه كتير مواضيع وصور حلوين. أنا بشجع الأشخاص أنه خاصة الشباب والصبايا أكيد يقروا هذا الشيء، لأنه بيختم فيه باب فرانسيس بيقول بالآخر، بيقول باب فرانسيس: إذا لم يكن المسيحي ثورويا في هذا الزمن فهو لا يكون في الحقيقة مسيحيا. نحن اليوم بحاجة أن نكون أشخاص ثورجية بإيماننا. ثورجية عندنا هالثورة، يلي الثورة قادرة تنفض كل شيء، قادرة تغير كل شيء، وقادرة تترك أكيد بصمة بمطرح من المطارح بكل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بكل المطار اللي احنا نكون فيها. فالدوكات هو شيء عن جد رائع جدا. يعني اليوم اجاني كادو، انا من الصبح صرت قاري شوي منه، يعني صرت مسطر كم شغله هيك لانه مميز. نحن كلنا عنا اسئله، كلنا اكيد بيجاوب على كثير اسئله. بيجاوب على كثير اسئله مثل اليوكات. يعني انا بنصح العالم باليوكات، واليوم بكماله العائله اللي هي الدوكات. اوكي، يلا. ميرسي جان. أنا وأنت رح نختم هلأ. مشاهدينا، هيدا كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. أنا وجام لقيكم التنين الجين، طورونا. باي باي.